مرحبا، جولة نهاية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي مع لوج إن بلشت. خلينا نتعرف على أبرز أخبارها سريعا، وليتس لوج إن على تويتر. بسابقة ما بظن إنها تكررت من قبل عنا بالبرنامج، نفس الحدث عم بيكون مسرح لتطورات جديدة يوم ورا الثاني. هي التطورات بقى عم تسبب كتير من الحيرة والجدل عند محبي الرياضة ورواد السوشيال ميديا. فمرة جديدة من المؤتمرات الصحفية لدوري أمم أوروبا 2020، وكمان مرة جديدة مع الكوكا كولا. فبعد ما أطلق كريستيانو رونالدو من عدة أيام ظاهرة إبعاد هالمشروب من قدامه ولحقوا بهالترند عدد من نجوم كرة القدم، صار هالمرة دور ستاسينسلاف تشيرتشيسوف، إن شاء الله أكون قلت الاسم صح، مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم يلي كسر القاعدة هي المرة و عمل بالعكس. بدل الإبعاد فتح أناني الكوكا كولا وشربهم قدام عيون الصحفيين الموجودين بمؤتمر الصحفي بعد فوز منتخب بلاده وفريقه على فنلندا بهدف مقابل لا شيء. هالتصرف المخالف للترند السائد اللي بدأ من كم يوم فهم منه البعض رسالة تحدي موجهة ومقصودة من تشيرتشيسوف، اللي برجع بقول إن شاء الله كون قلت اسمه صح، لكريستيانو رونالدو. ورح نبقى كمان مكملين بأجواء يورو 2020، وهالمرة مع فوز فرنسا على ألمانيا كمان بهدف مقابل لا شيء. فبعد انتهاء هاي المباراة احتفلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية الشهيرة بالنتيجة، وعنونت على صفحتها الرئيسية عبارة أو عنوان اللي هو كومو رقم 18 بعد منه. البعض فهم من هذا أو مثل رقم 18، البعض فهم من هذا الشيء إشارة من الصحيفة لكأس العالم 2018 اللي انتهى بفوز فرنسا على كرواتيا بوقتها، ولكن بعض الفرنسيين فهموا العنوان بطريقة أعمق من هيك وشافوا ما بين السطور رسالة من نوع تاني. فهالقسم من الفرنسيين اعتبر الجريدة عم تلمح للحرب العالمية الأولى، وتحديدا مع إعلان ألمانيا انسحابها وهزيمتها بالحرب أمام فرنسا وباقي الحلفاء بهي الحرب بالعام 1918. عدد من الصحفيين والوجوه الإعلاميين الفرنسيين هاجموا هالصحيفة عبر تويتر وأدانوا ربط كرة القدم يلي المفروض تسود فيها الروح الرياضية بموضوع الحروب، ربطوها طبعا لكرة القدم بموضوع الحروب وصراعات الدول، خاصة وأنه الحرب يلي عم بيذكروا فيها اللي هي الحرب العالمية الأولى قتل فيها ما يزيد عن 40 مليون إنسان بوقتها. وطلب العديد من المنتقدين الصحيفة اللي هي ليكيب باعتذار رسمي بالوقت اللي لسه ما علقت هاي الجريدة على هذا الجدل لحد اليوم. تاني أخبارنا بحلقة اليوم رح نكمل فيه مرة جديدة كمان على تويتر. خبرنا الثاني هلأ رح نكون متجهين فيه للجزائر، وكمان مع حملة ضخمة وكبيرة عم يقوم بتدشينها شريحة واسعة من الجزائريين عبر تويتر لإقناع الحكومة بالتوقف عن ممارساتها ضد الحيوانات الشاردة. أوقفوا الجالوفة، هذا هو الهاشتاج اللي تصدر تويتر بالجزائر لأيام عديدة بعد انطلاق حملة حكومية كبيرة لاستهداف القطط والكلاب الضالة بعدد من شوارع ومدن الجزائر، وأدى هالشي لقتل عدد كبير منها بطرق وصفها المحتجين عليها بأن طرق غير إنسانية ولا أخلاقية ولا يصح العمل فيها أصلا ببلد براعي تشريع القوانين أو التشريعات الإسلامية بقوانينه. ومصطلح الجالوفة المرافق لعملية التنديد اللي عم نحكي عنه هو عملية سائدة بالجزائر بتنفي التخلص من القطط والكلاب بتكديسهم بصناديق حديدية بيرشوها لهي الصناديق بالمي وبيصعقوها بالكهرباء، وبعدها بيتم حرق جثث هي الحيوانات. وللأسف الحرق بيتضمن كمان حتى الحيوانات يلي ما ماتت أثناء عملية الصعق فبيضمن موتها بعملية الحرق. الحملة هي بلشت أو انتشرت بعد مشاهد مؤلمة لعمليات القتل الجماعي للحيوانات سربت من داخل أحد المحاشر المخصصة لهذا الأمر بالجزائر العاصمة، ونجح بعض العاملين فيها من إنقاذ كلب من هي المحاشر قبل ما يتم صعقه وحرقه. الحملة هي انضم إلى مؤخرا عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر والفنانين الجزائريين يلي ضموا صوتهم المطالبة بإيجاد طرق تانية للسيطرة على الحيوانات الضالة والتفكير ببدائل عن طرق القتل الوحشية هي، حتى أن البعض منهم ناشد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتبني الموضوع والتفكير فيه جديا وإيجاد حل جذري له لكونه بيمثل إساءة لصورة الجزائر الإنسانية والحضارية أمام الدول الثانية. وما ضل بحلقة اليوم غير خبر أخير رح نعمل فيه لوج إن سريعا بالختام على فيسبوك.
خلال الأسبوع رح نسكر فيه الحلقات مع مشهد نادر جدا وكان عم يحظى بانتشار واسع بالأيام الأخيرة نظرا للظاهرة يلي بتتكرر ولكن بشكل متباعد عن بعضها، وكل ما بتصير بتكون محط أنظار كثير من الناس والبعض بيعتبرها ظاهرة مخيفة جدا. عناكب نهاية العالم، بهي الكلمات وصف كتاب من مستخدمي فيسبوك بأستراليا هالفيديو بعد ما قام أحد الأستراليين بنشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك من مكان قريب لمنزله. المشاهد اللي انتشرت أظهرت شباك عناكب وهي عم تغطي مساحات كبيرة من جيبسلاند بولاية فيكتوريا الأسترالية، وبالرغم من الظاهرة المخيفة ولكن بالواقع مو أول مرة بتصير بالعالم، وتعرف هي الظاهرة باسم الانتفاخ أو الطيران بالخيوط، بحيث تطلق العناكب خيوط حريرية بتتعلق فيها بالهواء أو بالأماكن المرتفعة لتسمح لها بالانتقال بعيدا عن المواقع المنخفضة بحال تعرضت هي الأماكن أو هي المواقع لأمطار أو فيضانات. بحيث كانت ولاية فيكتوريا الأسترالية تعرضت لأمطار غزيرة ورياح عاتية الأسبوع الماضي، الشيء اللي أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم للحفاظ على حياتهم. وهذا المشهد ببساطة شديدة كان طريقة العناكب كمان بالمحافظة على حياتها. ولهم نكون وصلنا لختام حلقة اليوم وختام حلقات هذا الأسبوع. أنا برجع بشوفكم إذا الله راد يوم الاثنين القادم، من هون لوقتها تبقوا بألف خير. Let's log out. سلام.